أختكم في الله شين الشمري من أبها، لها سؤال عن اللبس الضيق. تقول فضيلة الشيخ، ما حكم من تلبس الضيق الذي يبرز مفاتنها وتلبس الثوب الذي يبين نصف الصدر والثياب المفتوحة من الخلف؟ نريد من فضيلة الشيخ توجيه لهن، مأجورين. هذه من الكاسيات العاريات المائلات المميلات التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معه سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. الشاهد في قول الكاسيات عارية التي تلبس الضيق الذي يبين أعضاءها وأحجام جسمها، أو تلبس القصير الذي لا يستر رجليها وكفيها وقدميها، أو الذي يظهر منه صدرها أو ظهرها، هذه تكون من الكاسيات العارية المتعرضات لهذا الوعيد الشديد. فعلى المسلمة أن تتوب إلى الله وأن تستر نفسها بالستر الكامل الضافي الواسع الذي لا يصف بدنها، حتى تكون من المؤمنات الناجيات من هذا العذاب والعياذ بالله. وإلا فإن النساء أشد فتنة في الأمة، وما أهلك الأمم السابقة في الغالب إلا فتنة النساء. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لنسائهم ويقوموا عليهن بما أوجب الله عليهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وعلى النساء أن ينقذن أنفسهن من النار وأن لا يكن سببا للفتنة وحبائل للشيطان. عليهن أن يتقين الله في أنفسهن وفي المسلمين، ولا يكن سببا لفتنة المسلمين وسببا لوقوع العقوبات فيهم. نعم.